أهلا ومرحبا بكم في احتفالية بقدوم عيد الحرية، عيد نيروز. فلنقف دقيقة صمت. الشهداء هم قادتنا المعنوية. والآن ندعو إنجير عماد تتريان لإلقاء كلمة من قبل مجلس الاجتماع الأرمني، فليتفضل مشكورا. أموك بكاتية أرمن للتبدي نوروزي دبن أم في نوروزي لسروك أبو بيروز دكن أم في نوروزي لدايكي شهيدا بيروز دكن أم دبن جنا بخينا شهيدة مبانا إيرو أم لفيدري ماني كاريبو أف ججنا وأف كيف وشاهي لدار خستايا إيصال نوروزا أزاديية. Thank you.